السلام عليكم زوينة ديولي، كديرين بخير؟ لاباس عليكم؟ صحيحة؟ لاباس؟ هانين أموركم؟ مزيان؟ شعودو؟ شخباركم؟ كلشي بخير الحمد لله، اللهم لك الحمد. المهم البنات، كنتمنى تكونوا بخير، تكونوا فرحانين وناشطين وضاحكين، ما عندكم حتى شي مشكل، واخا يكون حتى المشكل ديرو باباه ما كاينش. ضربوا الدنيا بركله بحاليا البنات، ما تسوقيش، ما تعمريش راسك بالمشاكل، دي غير في راسك وديها في وليداتك، هادشي اللي كاين. المهم البنات، اليوم غنعطيكم واحد التبريمه زوينه بزاف 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 البنات، فنة. التبريمه هذه اصلها سوسي، يعني الصراحه البنات هاد التبريمه كانت عطات لي واحد السيده، كتمشي تعادل التعاونيه وبغيت ناخذ من عندها شي حوايج، يعني كما كتعرفوا بان كيصايبوا داكشي طبيعي. ومشيت عندها قلت لها بان لي هذا كما كتشوفوا، واش تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ قلت لها اختي هذا انا كنت عارفه علاش كيليق وهذه وهذه، وهي تعطيني واحد التبريمه الله كتر خيرها. عطاتني التبريمه وجربتها هي البنات، عرفتو كتخرجي كتشعلي كتشعلي هكا هكا كديري، يعني فنه فنه، غير جربوها على حسابي وغادي تشوفوا. يعني هذه كدار حتى كتسالي، يعني تديري الحنه وداك المسائل ديالك التبريمه الاولى، وكتمشي تحكي وكلشي، وكديري هذه الاخرى، يعني ما ديري لا جيل دوش، لا ما ديري لا صابون، ما ديري حتى شي حاجه، غير ديري هذه وخرجي تفكريني. واعره البنات، عرفتوا انا يعني ملي درتها شنو باش حسيت، يعني شنو، يعني الواحد ملي كيدير شي وصفه وكيعرف الجسم ديالو راه تبدل، اولا الوجه ديالو تبدل، ولا شعره تبدل، المهم شي حاجه بحال هكا كتبدل فيه. هذه البنات، يعني الا كنتي كانت اللون ديال البشره ديالك ما موحدش كتوحدوا لك، الا كان البشره ديالك يعني كنقولوا حنايا مشقه، واخا كتحكي واخا كديري اللي درتي كتبقى مشقه، هذه كترطب كترطب واعره بزاف منها. المهم البنت راه تعرف راسها دابا، كتقول لي بانها كدير جيل دوش وكتلحمها كتنوض فيه بحال القشره. جربي اختي هذه الوصفه هذه اللي غادي نعطيها لك، وغادي تشوفي كيفاش غيكون لحمك، يعني كيفاش غادي يولي رطب بحال الدري الصغير. يعني هذه البنات انا كتجربتها جربتها عاد غادي، يعني عاد بغيت نعطيها لكم. انا ما كنبغيش نعطيكم شي حاجه ما مجرباهاش، كتجيني عيب، كتجيني حشومه نجرب فيكم نتوما شي حاجه نكون انا مجرباها، وانا يعني عارفه الوصفه كيفاش دايره كيفاش سميت، عاد كنعطيها لخواتاتي بحال السمن والعسل. المهم كنشارك معكم اي حاجه، علاش درت هاد اليوتيوب هذا، درتو على اي حاجه كنديرها كنبارطاجيها مع البنات، علاش لا. المهم البنات تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا هاد الوصفه هذه واعره خطيره خطيره خطيره. المهم البنات، بعدا نعرفكم على المكون اولا الضيف الحلقه ديال اليوم، هو هذا هو هذا. كاينين البنات اللي عارفينه وكاينين اللي ما عارفينوش، يعني اللي عارفينه راكم عارفينه، ولكن اللي ما عارفينوش خاصو يعرفوا هذا. وكاينين البنات اللي ما عارفينوش بانه راه كيتباع. هذه البنات العجينه ديال ارغان، هذه كما كتشوفوا هاد اللون هذا، حيتاش كاين فيها جوج، كاين هاد العجينه هذه وكاينه العجينه الاخرى اللي كتكون قهويه. هذيك البنات ما نصحكمش تاخذوها، هذاك ديال الماكله، يعني زيت ارغان ديال الماكله ما تاخذوش. كاينين حيتاش كاينين اللي كينصحوا به، يعني كيقول لك غير ديه حتى هو زوين وهذا، ولكن ما نقولش لكم ديوه، ديو غير هذا، هذا كيكون طري وكيكون خضر صراحه زوين بزاف بزاف بزاف، كيدار به الكوماج لوجه، كيدار به ماسك للشعر. دابا انا غندير لكم تبريمه، يعني الا كنتو بغيتوها البنات ندير لكم يعني فيديوهات عليه، ندير لكم عليه علاش لا، ندير لكم كوماج لوجه وحتى الماسك للشعر، حيتاش كيرطب. راكم عارفين ارغان اشنو هو المنافع ديالو، اشنو الفوائد ديال اشنو كيدير للوجه، كيرطب كيرطب كيرطب، وعرفتوا البنات كيخلي الجلده ديال اللحم اولا ديال البشره اولا ديال الوجه، يعني انا لقيت عليه بزاف تاع النتائج صراحه ما نكذبش عليكم. يعني كنت كنديرو شحال هذا غير بغيت نشوف اشنو كيدير، هذا ديك الساعه نشاركو مع البنات علاش لا. المهم هذا كما قلت لكم العجينه ديال ارغان، كنأكد لكم بانكم تاخذوا هاد البيض هادي، ما تاخذوش ديك الحمراء اولا كتكون قهويه، المهم بحال هكا اللون ديالها، المهم ما تاخذوش حيتاش غتكون فيها واحد الريحه مجهده، تكون ريحه فيها زوينه، هادي ما فيها حتى شي ريحه، فيها كاع الريحه حتى ديال ارغان ما فيهاش، الاخرى غادي تشميها تلقاي فيها ريحه ارغان. علاش؟ حيتاش كيحمروا ارغان عاد كيطحنوه، علاش كتبقى فيها ريحه ارغان؟
المهم البنات غادي نجيب المكونات باش نكملوا الفيديو مع بعضياتنا وتشوفوا التبريمه كيفاش كتكون. المهم البنات هانتوما كتشوفوا جبت المكونات ديالي كما كبان لكم، وكنقول البنات اللي ما عزيزاش عليها الهضره تسمح لي بزاف بزاف حيت خاصني الا بغيت نهضر على شي حاجه ضروري خاصني نهضر عليها. بغي باش نشرح البنات اللي ما كيعرفوش وصافي فيك يعني اختي ما فك ما يسمع ليا ولا شي حاجه غادي تزيدي الفيديو عادي يا البنات. المهم حيتاش التعاليق كاينين اللي كيكتبوا لي بان كنهضر بزاف، نقصي شويه من الهضره يعني فك اختي تزيدي بصبعك بحال هكايا حتى تتوصلي للوصفه اللي بغيتي وهانتي يعني بلا بدك التعليق ديالك حيتاش كاينين البنات اللي كيبغيو يستافدوا اكثر من البنات اللي ما كيبغيوش يسمعوا الهضره. المهم هانتوما البنات كما قلت لكم العجينه ديال ارغان، وعندي صابون البلدي وعندي القهوه البنات. القهوه كنتمنى تكون منيله 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 يعني ديك تكون قهوه حبوب وتكونوا داكينها ولكن تكون منيله كما كتشوفوا في العاشق يعني رقيقه رقيقه بزاف ما تكونش ديك الغليظه. وعندي الماء سخون، هذا الماء سخون هذا غادي نكبو على على هاد الارغان كنكبو عليه واحد شويه وكيرطاب يعني كيتحل. دابا غادي نخليه يرطاب وغادي نرجع معكم باش نكملوا مع بعضياتنا الفيديو وغادي تشوف. المهم شتو البنات كيطلق داك ديالو ابيض، المهم انا غادي نخليه ونرجع ليكم. المهم هانتوما البنات كيما شتو ذوبتو، المهم تيولي بحال هكا بحال الحليب بحال وراه كما كيبان لكم نيره بحال فيه شي حبيبات لداخل. شنو غادي ندير فيه؟ غادي ندير فيه الصابون البلدي كما قلت لكم اخر حاجه اللي غادي ندير يعني في ملي تكملي العومان ديالك. غادي ناخذ يعني واحد بحال هكا تقريبا شو البنات. غادي ناخذ دابا القهوه غادي نديرها على حساب، انا كندير معلقه كبيره البنات. كما قلت لكم هذيك النهار كنعاني من سيلوليت وراه حطيت لكم الوصفه ديال السيلوليت، حتى هذه يعني اي وصفه فيها الحنه ولي ديروا فيها واحد معلقه ديال القهوه راه زوينه بزاف بزاف بزاف. ها انتم البنات غادي تخلط هادشي مزيان مزيان. غادي تخلط وهذا البنات باش نقول لكم قاصح ملي تبغوا ديروه هانتوما يعني قاصح قاصح ما كيبغيش يتهرس والو يعني خاصكم تدقوه تحاولوا تدقوه غير بشويه. نتوما راني دقيت وانايا هنايا بقيت معاه حتى بديت ندق فيه بشويه بشويه عاد كيولي بحال هكاك مكركب شويه. المهم بعدا باش ما يحنكمش في ملي يبغي يذوب، وانتوما من الاحسن يعني باش ما تاخذوش يعني الوقت بزاف ذوبوه بساعه، ذوبوه بساعه في الماء يكون سخون في الاول وصافي وخليوه حتى تجيو تلقاوه بانه حليب 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 حليب. وها نتوما ها هي التبريمه ديالي واعره بزاف 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 عرفتي انا راه يعني صدماتني، ولكن انا كان مره كنديها مره ما كنديهاش كل مره وانا واش كندي في التبريمات راني كنموت على التبريمات عرفتوا شحال حاطه لكم في القناه شحال من تبريمه راه طلبتوا مني الشرع قلتوا لي يا العار بركه. شتو البنات ها هي ها هي التبريمه ديالي اللي كديها معاك الحمام وكديريها ملي كتبغي تخرج. المهم كما العاده وكما القاعده ضروري ندير لكم خلا واحد غير الباروك غير الباروك عرفتوا البنات غير فاش كتبغي ديري الصابون البلدي والارغان يعني كتحسي به اصلا هو رطب يعني كتحسي به رطب. انتم بحال هاك كلك كلك لحمك كامل 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 صافي
غير كتسالي كتقومي مزيان تقومي مزيان كتشلي وصافي وكتخرجي وتشوفي لحمك كيفاش يولي يا اختي غيولي بلاره يا اختي بلاره. صافي هادشي اللي كاين. كنتمنى يعجبكم الفيديو وما تبخلوش عليا بلي لايك ولا سمعتوا شي صداع على بنتي ورايا شاده شي حجر باه كتلعب بيه احنا السطح ضروري نلعبوا. المهم ها نتوما صافي هادشي اللي كاين. يلا البنات تهلاو في ريوسكم وما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتي اول مره غادي تشوفي القناه وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. هادي غادي نديها معايا الحمام يا اختي وغادي نبرع راسي. صافي هادشي اللي كاين. تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم البنات والله البنات تتبريمه واعره 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 بزاف بزاف بالنسبه للبنات اللي ما كيبغيوش الحنه. يلا البنات بسلام عليكم.